للحديث عن الموضوع معنا دكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. دكتور أحمد، مرحبا بك. هل حدثتنا أكثر عن الحملة الأخيرة للقسم الإغاثي في مخيم الوند بمحافظة ديالى؟ السلام عليكم، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي، ضمن الموسم الرمضاني لهذا العام وضمن حملة العراق الجامع المشروع الإغاثي لهيئة علماء المسلمين، قدم القسم الإغاثي للهيئة السلات الغذائية الضرورية للعائلة النازحة في مخيم الوند واحد التابع لقضاء كانقيل ضمن محافظة ديالى. شمل التوزيع حوالي 700 عائلة، وهي مجموع العائلات التي تسكن هذا المخيم، وبدورها قدمت إدارة المخيم والعائلات النازحة الشكر الجزيل لهيئة علماء المسلمين التي كانت سباقة ومستمرة في تقديم الحملات الإغاثية في هذا المخيم، حيث كانت هذه العائلات بأمس الحاجة للمواد الغذائية الضرورية وهم على أبواب الشهر الفضيل. نسأل الله أن يتقبل هذا العمل ويجعل شهر رمضان شهر خير وبركة على العراقيين عموما وعلى العائلات النازحة خصوصا. هل هناك أمل لعودة النازحين إلى مناطقهم من وجهة نظرك؟ أخي، يعني الزيارات المتكررة التي نقوم بها للمخيمات، يعني احنا أمام حقيقة واضحة، هو أن الفساد الحكومي وتردي الخدمات، تردي تقديم الخدمات الضرورية التي يحتاجها العائلات النازحة، فبعد سنين من عملية النزوح وانهيار البنى التحتية للمحافظات التي تعرضت للعمليات العسكرية، حقيقة لا مؤشر واضح لإعادة الإعمار وعودة النازحين، وهناك غياب واضح للجهد الحكومي والمحلي لتقديم أبسط مقومات العيش الكريم للعائلة النازحة، وكذلك هناك انعدام لفرص العمل لكثير من الرجال والشباب في هذه المخيمات، وهذا يؤدي إلى فقدان المعيل وعدم توفر عائد مالي تستطيع من خلال العائلة تلبية احتياجاتها الضرورية من مأكل وملبس ودواء، وكذلك حاجات خاصة للعائلة. فأمام هذه التحديات الكبيرة، فإن هيئة علماء المسلمين تقدم ما تستطيع تقديمه لرفع جزء من معاناة هذا الشعب الجريح، الشعب المكلوم، الشعب الذي ابتلي بهذه الحكومات، حكومات الاحتلال. إذن ما هي الخطط المستقبلية لمساعدة هؤلاء النازحين، يعني لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك؟ سؤال، عفوا، هل ثمة يعني خطط مستقبلية لمساعدة النازحين في مخيم الوند خصوصا وديالى عموما؟ نعم، احنا في كل موسم رمضاني عندنا حملات نقوم بها في القسم الإغاثي وكذلك لفروع الهيئة في المحافظات، تقدم السلات الغذائية وكذلك المنح المالية للعائلات النازحة الموجودة في المخيمات، ليس في ديالى فقط وإنما في محافظة الأنبار. عندنا إن شاء الله خطة لتقديم السلات الغذائية، وكذلك في الموصل وفي المخيمات الموجودة في كردستان العراق، كذلك عندنا إن شاء الله خطة لتقديم المعونات، ليس المعونات فقط يعني المساعدات الغذائية، عندنا الجانب الصحي والجانب التروي، عندنا مشاريع إن شاء الله سوف يعني ترونها وتسر الأخوة الموجودين إن شاء الله. شكرا لك دكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين.